حابين نعرف يا دكتور أسباب الإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا وطرق الوقاية والعلاج والمضاعفات. بالنسبة للكورونا يعني أعتقد إن إحنا خلاص كلنا بقينا قادرين نتعامل كويس جدا مع الإصابة بما يسمى الكورونا. وإن في كلام بيقول إن إحنا بقينا يا إما محترف التعامل معاها، إن إحنا لازم ناخد الأمور ببساطة، أو إن إحنا في نهاية الجائحة. وبالتالي جه الوقت إن إحنا نتكلم على ما بعد الكورونا، أو ما سمي متلازمة ما بعد الكورونا، وهي الأعراض أو المشاكل أو المضاعفات التي تحدث للمريض بعد ما يتعافى من الإصابة بالكورونا. وبناء عليه في بعض التحاليل اللي لازم المريض يمشي عليها فترة طويلة، بالذات المريض اللي عنده أمراض مزمنة زي صورة الدم، زي معامل التجلط، زي معامل السيولة، زي مخزون الحديد. دول عادة الأربع تحاليل دول حتى لو المريض خلاص متعافى وبقى سلبي، التحاليل دي بتبقى مرتفعة أثناء الإصابة، والتحاليل دي ما يعني مكمن الخطر، لأن هي دي اللي ممكن تعمل مضاعفات بعد كده، سواء كان مضاعفات في الرئة أو مضاعفات في الكلى أو آلام في الرجلين أو آلام في الظهر أو أحيانا طفح جلدي. كل دي مشاكل بتظهر، أو ديبريشن، اكتئاب، أو تغير في السلوك. وكل ده بيظل مع المريض من 3 لـ6 شهور. عادة 80% من المتعافين ما بيتعرضوش لهذه المتلازمة، ولكن ما نقدرش نقول إن 20% اللي هم الآخرين أو حتى الناس الآخرين مش معرضين إن يحصل لهم أي نوع من أنواع المضاعفات دي، حتى لو كان مجرد اكتئاب، حتى لو كان مجرد تغير في السلوك. وبناء عليه بس النصيحة إن هم يعملوا فولو أب للتحاليل دي بشكل منتظم إذا لقوا فيها خلل، ويتعاملوا مع الخلل اللي موجود، معامل تجلط عالي يتخذ له علاج، معامل التهاب عالي يتخذ له علاج، نسبة مخزون حديد عالي يتخذ له علاج. بمعنى ان احنا الخلل اللي حدث في الجسم نتيجة الإصابة في الكورونا نرجع الجسم لوظائفه الطبيعية والكيمياء بتاعته الطبيعية. لو قدرنا نعمل ده يبقى احنا تجاوزنا الجائحة وتجاوزنا المتلازمة والمضاعفات اللي تيجي بعدها بقى الجائحة، ويرجع العالم تاني لطبيعته خالص.